السلام عليكم. إذا مرحبا بكم في تصحيح التمرين في المعادلات والموجه للتلاميذ السنة الثالثة إعدادي. إذا الهدف من هذا التمرين هذا هو حل معادلات تحتوي على أعداد جذرية. إذا نبدأ بمعادلة بسيطة. إذا لدينا x على 2 تساوي 1. إذا هنا غنحاول نطبقوا نوحدوا المقامات. إذا عندنا x على 2 في الطرف الأول وفي الطرف الثاني عندنا 1 يعني 1 على 1. إذا المقام واحد هو 2. إذا كنضربوا البسط والمقام ديال العدد الثاني في 2. إذا غيولي عندنا 2 على 2. إذا x على 2 تساوي 2 على 2. إذا للتخلص من 2 اللي كاينه في المقام كيمكن لي نضرب طرفي المعادلة في 2. بالتالي كيكون عندنا اختزال كيبقى لنا البسط كيساوي البسط في المعادلة الثانية. عندنا x على 4 تساوي 3 على 2. إذا كنوحدو المقامات. المقام الموحد هو 4. إذا عندنا 2 للحصول على 4 كنضربو في 2. إذا 2 في 2 3 في 2. إذا x على 4 تساوي 6 على 4. إذا حنا عندنا x على 4 تساوي 6 على 4. إذا كنضربو 4 في طرفي المعادلة وبالتالي كيبقى لي البسط كيساوي لنا البسط. إذا البسط ديال الطرف الأول كيساوي البسط ديال الطرف الثاني. إذا x كتساوي 6. في الحالة الثالثة عندنا x على 4 كيساوي لنا 0. هنا شنو كيعني؟ يعني عندنا واحد العدد كسري كيساوي لنا 0. كنعرفوا دائما بان 4 تخالف الصفر، يعني اي عدد كاين في المقام راه يخالف الصفر، وبالتالي شنو كيبقى لنا هنا؟ كيبقى لنا اكس تساوي 0. اذا دائما بشكل عام كيكون عندنا ا على بي واو بي عددا تعبيرا يقدر يكون فيهم اعداد مجهوله او فدائما تساوي 0، فدائما المقام يخالف الصفر. اذا في هذه الحاله كنقول ان البسط هو اللي كيساوي لنا 0. ندوس الآن الحالة الموالية. إذا لدينا x على 2 ناقص 3 تساوي 4. إذا أول خطوة هي الأعداد المعلومة كندير الطرف الثاني والمجهولة للطرف الأول. إذا عندنا ناقص 3 غادي نديوها للطرف الثاني. إذا x على 2 تساوي 3 زائد 1 على 4. هنا خصني نوحد المقامات. عندنا ثلاثة ديال الحدود. إذا كنحاول نشوف المقام الموحد. إذا 2 1 4 دائما ملي كيكون عندنا أعداد كسرية عدة مقامات فالمقام الموحد هو المضاعف المشترك الأصغر، يعني المضاعف المشترك الأصغر. إذا المضاعفات ديال 2 هي 2 4 6 وهكذا. كيفاش كندير نلقى المضاعف ديال واحد الأعداد بشكل عام؟ أي أعداد، فكنضرب هاد الأعداد في 1 كنضربو في 2 كنضربو في 3 كنضربو في 4. إذا داك الأعداد اللي كيحصل عليها هي اللي كتسمى مضاعفات ديال هاد الأعداد. المضاعفات ديال 1 راه هي 1 2 3 4 وهكذا، والمضاعفات ديال 4 راه هي 4 8. إذا حنا كنقلبو على المضاعف المشترك الأصغر، إذا اللي هو 4. إذا المقام واحد هو 4. إذا في العدد الأول كنضربو x في 2. إذا 2 في x و 2 في 2 هي 4. عندنا 3 كذلك كنضربو 3 في 2 و 1 في أو 3 في 4 و 1 في 4 وهنا 1 على 4. إذا 2 x على 4 تساوي ماذا؟ تساوي 12 على 4 زائد 1 على 4. هنا كنجمعوا هاد العددين بجوج. عندنا 12 زائد 1 هي 13 على 4. اذا 13 على 4. اذا شنو كنديروا دابا؟ كنديروا البسط كيساوي البسط لان المقام موحد. اذا 2 اكس كتساوي 13. اذا البسط ديال الطرف الاول كيساوي لنا البسط ديال الطرف الثاني. اذا 2 اكس كتساوي 13 عندنا ضرب. إذا ملي كيكون عندنا ضرب دائما كنقسمو على المعامل ديال إكس. إذا 13
مقسومة على 2، وبالتالي 13 على 2 هو حل هذه المعادلة. في الحالة الثانية عندنا جوج إكس ناقص جوج إكس على 3 تساوي إكس ناقص 1 على 3، إذن كنوحدو المقامات. إذن عندنا 3، عندنا جوج، وعندنا 1. إذن المقام 1 هو العدد 6، نضربو 3 في جوج، يعني المضاعف المشترك الأصغر ديالهم هو 6. إذن نضربو في الحد الأول، إذا نضربو 6 في جوج إكس، 6 في جوج إكس هي 12 إكس، و 6 في 1 هي 6، 3. إذا باش نحصلو على 6 كنضربو 3 في جوج، إذا هي 6، و جوج إكس في جوج، جوج إكس في جوج هي 4 إكس. وفي الحل الحد المعادلة الثاني غنضربو جوج في 3 باش نلقاو 6، إذا نضربو جوج كذلك في البسط كامل. إذا 12 إكس ناقص 4 إكس هي 8 إكس على 6 تساوي جوج. إذا هنا كنديرو النشر لأن عندنا أقواس، إذا عندنا جوج في إكس و جوج في ناقص 1 اللي هي ناقص جوج. إذا كيمشي البسط كيبقى لنا، كيمشي المقام تيبقى لنا البسط كيساوي البسط. إذا 8 إكس كتساوي جوج إكس ناقص جوج. لقيت واحد المعادلة اللي هي بسيطة، إذن أعداد المجهولة غنديها للطرف الثاني، غيبقى لنا 8 إكس ناقص جوج إكس تساوي ناقص جوج. إذن 8 إكس ناقص جوج إكس هي 6 إكس تساوي ناقص 2. إذن عندنا 6، هنا عندنا جداء أو ضرب، إذن 6 في إكس، إذن كنقسمو على 6، إذن هي ناقص جوج على العدد 6. إذن لدينا إمكانية الإختزال بالعدد 2، لأن حنا عندنا 2 هنا، وفي البسط كاين أو في المقام كاين 3 في 2، إذا هنا ناقص 2 في 1، يعني كنختزل ب 2، كيبقى لنا ناقص 1 على 3. إذن ناقص 1 على 3 هو حل هذه المعادلة. المعادلة الموالية دائما بنفس الطريقة كنوحد المقامات. إذا المقام الموحد هنا عندنا 6 2 3 2، إذا المقام الموحد هو العدد 6. علاش؟ لأنه هو المضاعف المشترك ديال هاد الأعداد اللي كاينة في المقام كاملة. إذا المقام هو 6، إذا في الحد الأول راه ديجا عندنا 6، يعني ما غيتغير والو. في الحد الثاني عندنا 2، إذا نضرب 2 في 3 باش نحصل على 6، إذا 2 في 3، إذا حتى البسط نضربو في 3، إذا 1 في 3 هي 3، و 2 في 3 هي 6. 3 إذا خصني باش نحصل على 6 كنضرب في العدد 2، إذا 3 في 2 هي 6، وغنضرب كذلك حتى البسط في 2 ناقص نفس الفكرة. إذا 2، إذا خصنا 6 باش نلقى 6 نضرب 2 في 3، إذا حتى البسط خصنا نضربو في 3، 3 في إكس هي 3 إكس. إذا شنو غادي ندير دابا؟ غادي ندير البسط كيساوي البسط، لكن خصني ننتبه. إذا البسط بحد الأول، إذا هنا يمكن لي ندير بهذه الطريقة، ويمكن لي نزيد نص الكتابة، يعني نجمع الحدين اللي كاينين في الطرف الأول. إذا المقام واحد راه هو 6، إذا عندنا 3 إكس زائد جوج ناقص 3، وفي الحد الثاني إذا 6، إذا جوج، إذا هنا غادي ننشر، إذا جوج في إكس هي جوج إكس، وجوج في 4 هي 8 ناقص 3 إكس. إذا 3 إكس، 2 ناقص 3 هي ناقص 1 على 6، و جوج إكس ناقص 3 إكس هي ناقص إكس زائد 8 على 6. إذا هنا كندير البسط كيساوي البسط، يعني 3 إكس ناقص 1 كتساوي ناقص إكس زائد 8. في الخطوة الموالية غنجمع الأعداد المجهولة في الطرف الأول والمعلومة في الطرف الثاني. إذا عندنا 3 إكس ناقص إكس دينا للطرف الأول رجعت زائد إكس،
ناقص واحد دينا في الطرف الثاني غيرجع واحد. إذا 3x زائد x هي 4x تساوي 9. إذا عندنا x تساوي، إذا مادام عندنا الضرب إذا كنقسمو على العدد 4، وبالتالي 9 على 4 هو حل هذه المعادلة. الحل الموديل لدينا x زائد 3 على 5 ناقص 1 ناقص x على 2. إذا دائما توحيد المقامات، عندنا 5 وعندنا 2، إذا المقام واحد هو 10. إذا 5 في 2 ونضرب البسط كذلك في 2، إذا 2 في x زائد 3 ناقص، إذا 2 في 5 أو 5 في 2، إذا ضربنا المقام في 5، إذا نضرب حتى البسط في 5، البسط كامل تساوي صفر. إذا نبسطو الكتابة، إذا في المقام لدينا 10 وفي البسط غادي نديرو النشر، إذا 2 في x هي 2 x، 2 في زائد 3 هي زائد 6 ناقص، إذا 5، هنا كندير 5، 5 في 1 هي 5، و 5 في ناقص x. دائما نضرب في العدد بالإشارة ديالو، إذا 5 في ناقص x هي ناقص 5 x على 10. إذا هنا نجمعو هاد البسطين، إذا عندنا 10، إذا 2 x زائد 6، حنا خصني نتابع هاد الناقص راه ديال البسط كامل، وبالتالي ملي كندير ناقص خصني نتابع الإشارات، إذا عندنا ناقص هنا عندنا زائد 5، إذا ما يتغي ناقص 5، هنا عندنا ناقص 5، إذا ناقص ما تدخل على ناقص راه غتولي زائد 5 x تساوي صفر. إذا عندنا 2 x زائد 5 x هي 7 x، و 6 ناقص 5 هي 1، إذا على 10 تساوي صفر. حنا قلنا ملي كيكون عندنا بشكل عام أعلى من ب على 10 فدائما ب راه تخالف صفر، لأن كاينة في المقام، إذا كيبقى لنا أ تساوي صفر، يعني البسط هو اللي كيساوي صفر. إذا 7 x زائد 1 تساوي صفر، إذا 7 x زائد 1 ندير الطرف الثاني غيرجع ناقص 1، إذا x كاين جداء، إذا كنقسم على العدد 7، وبالتالي ناقص 1 على 7 هو حل هذه المعادلة. المعادلة الموالية لدينا، إذا 1 على 2 x زائد 4 ناقص x ناقص 5 على 4. إذا هنا نحاول نبسط شوية الكتابة، عندنا 1 على 2 مضروبة في x زائد 4، إذا هي x زائد 4 على 2 ناقص x ناقص 5 على 4 تساوي صفر. المقام الموحد هو 4، إذا غنضربو هاد العدد في 2، البسط والمقام نضربهم في العدد 2، إذا شنو غادي يولي عندنا؟ يولي عندنا 4، 2 في x 2 x، 2 في زائد 4 هي زائد 8، ناقص x ناقص 5 على 4 تساوي صفر. إذا كنجمعو، إذا عندنا 2 x زائد 8 ناقص، هنا انتبهوا الإشارة ديال البسط كامل أو ديال x ناقص 5، إذا على 4، إذا 2 x زائد 8، حيدوا الأقواس، إذا عندنا ناقص x وناقص مع الناقص كتولي زائد 5 على 4 تساوي صفر. إذا 2 x ناقص x هي x، وزائد 5 زائد 8 هي زائد 13 على x تساوي، أو على 4 تساوي صفر. دائما ملي كيكون عندنا عدد على شكل أعلى من ب كيساوي لنا صفر، فالبسط هو اللي كيساوي صفر، لأن المقام دائما يخالف الصفر. إذا x زائد 3 أو زائد 13 تساوي صفر، إذا x تساوي زائد 13 كنديها للطرف الثاني كترجع ناقص 13.